ورجعنا لكم بعد الفاصل مع فقرة جميلة جدا وشيقة جدا بعنوان خبايا النفس البشرية وأسرار أدت إلى الدمار، مع ضيفة حلقتنا اللي مشرفانا دكتورة هبة أبو السعود، ماجستير في علم النفس والإرشاد النفسي والأسري وماجستير في المركز الكندي في التنمية البشرية وتحليل الشخصية. برحب بحضرتك يا دكتورة أهلا هبة. وسهلا يا صدعي. أهلا أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة هبة. أنت النهاردة هتكلمينا وتوضحي للسادة المشاهدين العلاقة ما بين علم النفس وما بين الجزء الروحاني، عرفينا ايه العلاقة ما بينهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول طبعا برحب بيكم بكل الاستوديو وحضرتك، حضرتك مشرفانا ومنورانا. الله يخليك حبيبتي. وقبل اي حاجه طبعا عايزه برضو بمناسبه احتفالات اكتوبر المجيده عايزه اقدم تحيه خاصه وتقدير واعتزاز للقوات المسلحه المصريه اللي انا يعني كنت يعني شرفت ان انا اتعلمت عندهم، فبجد يعني كل سنه وهم طيبين وكل سنه ومصر كلها طيبه ودايما بخير يا رب يا رب. آمين. العلاقه ما بين العلاج النفسي والعلاج الروحاني والتنميه البشريه ايضا هم مزيج مع بعض، ما ينفعش ينفصلوا عن بعض، تمام. بس بيبقى في شعره بسيطه ما بينهم، ممكن الشعره دي تتفهم صح عند بعض الناس وبتتفهم برضو غلط عند بعض الناس. تمام. ازاي يعني ايه روحانيات؟ تمام. او يعني ايه علاج روحاني وايه علاقته بعلم النفس؟ في بعض الناس بتاخد الروحانيات او فهم الروحانيات ان هي يعني بتتعامل او بتستخير او يعني بتتعامل مع عالم تاني، عالم اخر. عالم اخر، تمام. وبيستغلوا الكلام ده غلط. لا طبعا، معنى ان في علاج روحاني على العلاج النفسي ان انا بيبقى في ملكات معينه ربنا بيديها لكل شخص بيبقى قادر ان هو يثبت نفسه في شغله او يثبت ان هو يقدر يعالج الحاله، طبعا بيقين بالله وليس تمام. اي شيء اخر. طبعا. طب ايه برضو مدى العلاقه او ان انا ليه بستخدمها مع العلاج النفسي؟ في ناس كتير بيبقى عندهم مشاكل، يعني مثلا واحده اتاخرت عن الزواج، واحده ايوه مش بيجي لي بتخلف، فعلا الحالات دي تطلب اول حاجه بتفكر وتكلمني فيها ان هي كتير حد عامل لها مشاكل كتير. اعمال، ايوه ده البحث فعلا فبتضطر. انا بعمله الايام دي بسبب كده، تمام. كميه الناس اللي استغنوا عن الدين والعلم ركنوه على جنب تمام. وبداوا يمشوا مع المشعوذين ومع الدجالين، وبعدين كل حاجه عندنا بقت في المجتمع دلوقتي اصلا تعبانه شويه او مخنوقه شويه، يبقى انا معمول لي عمل ايه؟ ايه معمول لك او عمل؟ مس او ففعلا مس دي الثقافه دلوقتي. ليه؟ طب ما ندور الاول نشوف فين جهه العلم، فين اللي ربنا قال عليه في الدين وفي القران. طب انت بتعالجي ازاي يا دكتور؟ يعني ما يبقى حد جاي لك مثلا نفسيته تعبانه وهو حاسس ان حد عامل له عمل، او مش عارف هو عنده مرض نفسي مش عارف، يعني انت بتحللي شخصيته ازاي وبتتعاملي بتعالجيه ازاي؟ انا ما بيجي لي بعض الحالات او بتطلب لي بعض الحالات ومثلا تبدا في الاول تقول لي انا حاسه ان انا مش مظبوطه او ان انا بيتي مثلا مش مظبوط، ولادي فيهم شيء مختلف، جوزي مشاكل ما بيني وبين زوجي في مشاكل ما الشغل. بيني وبين جوزي، اقول لها طيب نهدى ونتكلم الاول بالعلم. تمام. ماشي. لا هم بيبقوا مصممين ان هم معمول لهم حاجات. تمام. لا طيب ده بنتكلم الاول بالعلم. انت مثلا انا عن طريق تحليل الشخصيه انا اصلا يعني تخصصي يعني الحمد لله ربنا يمكن مديني نعمه حلوه في الفراسه ما ديت شاء الله. والملكه دي من عند الله، يعني علم الفراسه علم اللي هو الفراسه. ان انا بتقرأي بحلل ملامح بحلل شخصيه اللي قدامي من خلال ملامح وجهه، يعني زي تقولي قراءه الوجه او قراءه ملامح الوجه. جميل. مع تاريخ الميلاد باليوم وليس البرج او الشهر. تمام. فببدا احلل لها شخصيتها او شخصيه ابنها او شخصيه زوجها. كذلك برضو حتى في الصحه النفسيه، احنا الصحه النفسيه بتخص الاطفال والمراهقين والكبار. طب بالنسبه للاطفال هل هتعامل مع كل طفل على حده زي التاني؟ لا طبعا. بمعنى اخر مثلا طلبتني واحده عندها 4 اولاد او اي حد من المجتمع المصري عنده 4 اولاد عنده 3 اولاد، هل معقول ان ال3 اولاد هيبقوا زي بعض؟ لا طبعا. في طفل محتاج حنان، في طفل لا. محتاج شديه، كل طفل له شخصيه طبعا. طب ان احنا ازاي ندخل علم النفس بقى في كده، او ندخل ازاي الروحانيات او الفراسه، تمام، ان انا اقدر بذكاء اعرف اتعامل ازاي مع ال3 او 4 اطفال على حسب شخصيتهم. تمام. في طفل مواليد ايام معينه مثلا بيبقى عنيد، ما بيحبش الاوامر، ما بيحبش اللي يديله كلام كتير، ما بيحبش يسمع يسمع نصايح كتير. في طفل تاني بيبقى هادي، هو طبعه ده، دي انت شخصيته كده. بتنصحيها بقى تتعامل مع الطفل ده ازاي؟ أيوة. ومع ده ازاي؟ ولو ايوه في مشكله نفسيه برضو بتبداي تتعاملي معاها ازاي؟ ايوه ابدا بقى بتوصلي لها ازاي؟ بوجه كل بقى كل يعني تتكلمي كل معاها بقى حته وتعرفي التقصير فين وتبداي تعالجيه. ونبدا بقى نعالج وابدا اعرفها ازاي تتعامل مع شخصيه ابنها. وعلى فكره الكلام ده مش جديد علينا، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام السيده خديجه يمكن كان اكتر زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام كانت متفهمه. ليه؟ لانها كانت اكتر واحده فاهمه شخصيته. تمام.
يعني فهمت شخصيته بيحب ايه وبيتكلم ازاي وايه السلبيات. وطبعا يعني هو كان علم كله فروسه بتبقى ايجابيات. ملكه من عند ربنا، ايوه مش طبعا مثلا حد بيدرسها او حاجه. طبعا طب هي موجوده هي عندك يا دكتور من بقالها قد بتندرس ايه؟ والله. بصي هي الملكه دي بتبقى مولوده مع الشخص من يوم ولادته. ما شاء الله. او ممكن ان احنا يعني نقدر ناخدها او نكتسبها مع الخبره. وبرضه خلي بالك برضه ان يعني الرئيس السادات رحمه الله عليه كان بيتمتع بفراسه غريبه الشكل. يعني كان بيتمتع بيقرأ بفراسه ملامح غريبه. الوجه. كان لا كان بيعرف بي بي عنده كميه او عنده ذكاء معين ان هو يشوف اللي قدامه يفهمه. دي برضه دي فراسه، دي جميل. فراسه، دي نعمه من عند الله، فهي تمام موجوده وبنتعامل بيها. تمام احنا معانا مداخله هاتفيه. استاذ محمد صلاح، مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله يا فندم، تمام. الدكتور مع حضرتك. والله يا فندم انا برحب بالدكتوره هبه ابو السعود، واحب اوجه ليها كل التحيه والتقدير، واتمنى ليها دائما التوفيق والنجاح. فنجاحك فخر لكل شباب محافظتك يا دكتوره. فالدكتوره ليها نشاط خدمي كبير في خدمه ابناء مدينتها ورعايتها للاطفال اليتامى وذوي الاحتياجات الخاصه ومساعدتهم باخلاص وصدق منزه عن الاطماع. فهي حقا نعم المثل المشرف وخير امتداد لسيره والدها العطره، ولقد حباها الله بروح طاهره ونفس طيبه وعقل مستنير، فاصبحت تنال حب واحترام وتقدير من الجميع. واحب اوجه رساله اخيره للدكتوره عشان وقت البرنامج بس، اقول لها استمري في مشوارك بثبات وثقه وعزيمه وتحدي، ولا تنتظر الشكر من احد، فيكفيك فخرا دعوات منتقفين بجانبهم ممن يحتاجون للمساعده، فدعوه واحده منهم كفيله ان تزيل كل ما تقابليه من المشقه والعناء في مشوارك الطويل. وكل التحيه والتقدير للدكتوره هبه، صراحه الحلقه جميله جدا جدا. شكرا جدا. الله يخليك يا استاذ محمد، بجد والله على الكلام الجميل ده. يعني انا يعني الكلام ده كبير عليا وكتير عليا جدا جدا، وانا يعني مهما عملنا مش هنقدر نور، حتى يعني هو اهم حاجه نور رضا ربنا اهم من اي صح. شيء بجد صح والله. فانا يعني بجد انا يعني بعجز عن رد الكلام ده بامانه، يعني فعلا. الف شكر ليك يا استاذ محمد بجد. دكتوره هبه، ساعات بتحصل لنا حاجات ومواقف وبنتحط في، يعني ممكن مثلا انا بتعصب فجاه، حد تاني بيحصل له مواقف مش قادر يفسرها ومش قادر يحللها. يعرف يفهم نفسه ازاي ويعرف نقاط قوته ازاي ونقاط ضعفه، ويبدا يشتغل على نقاط الضعف يقويها ونقاط القوه عشان يبقى اقوى. يعرف نفسه ازاي؟ يعرف نفسه ان هو يفهم نفسه قوي. تمام. يعني انت اكيد مع خبرتك مع نفسك خلال السنين دي كلها اكيد عرفتي ايه سلبياتك ايه عيوبك. ده بالنسبه لنا كشخص. طب انا عايزه اعرف نفسي اكتر مثلا مع متخصص، انا اقعد اتكلم معاه بالظبط ده اللي انا عايزه اوصله. تمام. بصنف بقى على حسب، يعني انت حضرتك بتعملي ده؟ ده بعمل ده مع الحالات اللي بتكلمني. ببدا الاول بالطريقه العلميه، ان انا اعرف تاريخ ميلاده، اتكلم معاه الاول واشوف سلبياته واعرفه نقاط الضعف ونقاط القوه فيه والايجابيات، واشتغل ازاي ويعمل ازاي. خلاف كده بقى في حاجه تانيه دخيله عليه، لا بيبقى لها برضو حل اخر. يعني طبعا هو يعني هتبقى يعني الموضوع عايز شرح اكتر او عايز تجربه عمليه، يعني يبقى قدامي ناس او مداخلات او ناس انا اقدر اتكلم معاهم او ان انا نعمل تحليل شخصي على الهواء. هو انت ما شاء الله يا دكتور لما كلمتيني ساعه في التليفون مكالمه بس يا جماعه، حللت شخصيتي يعني من غير حتى ما تشوفني، وحللت كل ادق التفاصيل. بجد ما شاء الله عليك يا دكتور. ودي فرنسا عشان في ناس بعض الناس بتفهمها غلط، بتفهمها غلط. من خلال الملامح، ملامح الوجه وتاريخ الميلاد. جميل. وطبعا كل شخص بيختلف عن التاني في الشهر، عشان الناس ما تدركش تخلط نقول لك ان ده علم ابراج. هو مش علم ابراج، هو يعني هو ادق تحليل الشخصيه. طب التاريخ الميلاد ايه علاقته طيب بتفسير الشخصيه؟ لا هو الملامح الوجه عندي في بعض الشخصيات دلوقتي بقى يمكن عندي خبره معاها، ان انا بشوف ملامح وجهه اقول له انت مواليد شهر كذا او الايام الاونيه من شهر كذا. جميل. يعني بدا دلوقتي يبقى معايا الحمد لله من الخبره ومعادتي مع الناس وكده، بدات اعرف الناس، اغلب الناس، عشان برضو مش كل الناس، اغلب الناس بقيت اعرفهم من تواريخ ميلادهم. في ناس بتبقى واضحه قوي. يعني في عشريه مثلا زي ما قلت لك قبل كده في شهر 8 بتبقى واضحه قوي من ملامحها، واضحه قوي انها حاده، يعني حاده في الطبيعه وحاده في المعامله وحاده في نفسها. تمام. دي بعرفها برضو. كذلك مواليد 4 يعني برضو بتبقى ملامحهم يعني ايه، عارفه اللي يقول لك غالبه عليهم، بتبقى ناطقه. بس برضو مش كل الايام في الشهور، يعني ايام معينه بملامح معينه انا ببقى عارفه ده في انهي منطقه في الشهر. حاجه جميله ان انا اعرف سمات وصفات الشخص اللي انا بتعامل معاه، يعني اقدر برضو ان انا وهو نتوافق مع بعض. ايوه
أيوة. جميل طبعا. حتى يعني انا كنت عامله بحث عن تطوير التعليم، وكنت طلعت اتكلمت فيه، كان في نقطه كده من ضمن المقترحات بس يمكن ما كتبتهاش او مش عايزه اطبقها قوي، ان احنا نفصل الطلبه مع بعض في الفصول على حسب تواريخ ميلادهم، يعني يبقى بالابجديه وتواريخ الميلاد المتوافقه مع بعض. اللي ليه؟ هو عقليتهم عقليتهم هتبقى شكل بعض. واحده وتفكيرهم هيبقى واحد. جميل. يعني بس لا ده مش هيبقى فيه مثلا، يعني الطفل مش عارف يتعامل مع اشخاص تانية، لا هيتعامل مع اشخاص بس تانية، هيبقى فيه نسبة توافق اعلى. بس انا باصه ان احنا جوه الفصل نقلل من التوتر والتنمر والجريمه والحاجات اللي بتحصل دي، ان يبقى في طفل عنيف جدا وفي طفل هادي فكرة جدا، ما جميلة، بيعرفش فكرة يتعاملوا هايلة. مع بعض. وانا كمني انا مدرسه اصلا في التربيه والتعليم، فبشوف الكلام ده كتير قدامي، ما شاء الله. واغلب مشاكل الولاد والتنمر والكلام ده ان الولد ما بيبقاش لاقي بس اللي يفهمه مش اكتر. طب والطفل اللي هو المتنمر نفسه ده بيبقى مريض نفسي، ولا يعني برضو بقى لا في تقصير في التربية، ولا بيبقى مشكلته اغلب ايه؟ الوقت برضو مرض نفسي نتيجة برضو للتربية والتنشئة. او هو مثلا حصل عليه تنمر فهو بدأ ان هو يطلع الكبت اللي جواه. لا ايوه، بس بيبقى برضو راجع لمشاكل برضو ايوه، اسرية ومشاكل عائلية، بيبقى بس على راجع فكرة برضو نسبة تقصير كبيرة في جدا من البيت. الأطفال في المجتمع حاليا عندهم موضوع التنمر ده بكل أشكاله. هقول لك برضو ليه، نظرا ان الاهالي بقت مشغوله عن الاول، الاب والام ما بقوش طبعا عشان اكل العيش والرزق والكلام ده ما بقوش يقعدوا في البيوت، ما بقاش حد فاضي لاولاده، دي حاجه. تاني حاجه ما بقاش في المدارس في الانشطه اللي انا حتى برضو ده من ضمن البحث اللي انا عاملاه، ان احنا نرجع النشاط المدرسي وبقوه، لانه بيحافظ على الطالب وبيخرج الطاقه السلبيه اللي جواه. الانشطه المدرسيه دي كنز، بس احنا مش حاسين بيها، بس طبعا. نستغلها صح للطالب. زمان كنا بناخد الموسيقى والاقتصاد المنزلي والتدبير طلع المنزلي، الطاقة اللي كنا جوه بنطلع الطالب. الطاقة السلبية وبناخد طاقة طبعا إيجابية كان وبنهدي كنا نفسنا. بنستنى فعلا الحصة بتاعة أيوه الاقتصاد أيوه كل ده بيهدي والأنشطات. الطالب. فلو رجعت المدارس بقوة تاني هنقلل من ظاهرة التنمر اللي كترت أوي الأيام دي، كترت جدا فعلا في المدارس. تمام. فالعلاج النفسي عموما، والعلاج النفسي عارفة العلاج النفسي ما هو إلا كلام طيب، زي ما جميل ربنا قال وزي ما رسولنا الكريم قال ان الكلمه الطيبه الصدقه. جميل. يعني انت بتتعالجي تتعاملي مع معالج نفسي او روحاني، هو بالكلمه ممكن يخرجك، وكلمه ممكن توقعنا، وكلمه ممكن تطلعنا فوق. كلمه طبعا. بتعالجي بقى نفسي وروحاني ازاي؟ الروحاني بالذات، يعني النفسي ماشي تمام، الروحاني بقى بيبقى ازاي؟ بصي، العلاج الروحاني ما هو الا ان انت بتوصلي لمرحله ان انت تصوفتي مع الله، يعني ان انا بقى عندي يقين ان يا رب انا عندي يقين فيك ان انت مش هتخذلني وهتعالج الحاله اللي وثقت فيا، او انت جعلتني سبب ان انا اوصل لها. جميل. جد هو ده العلاج الروحاني، ان انت تتيقني بالله. وطبعا انا نصايح لبعض الناس، اما بلاقي مثلا يعني واحده عصبيه على طول او مش يعني مش مستجيبه للكلام العلمي، اقول لها طب خلاص عليكي بقراءه القران والتسبيح. التسبيح كمان اديها ورد اكتر معين ورد تمشي معين، عليه. التسبيح اكتر بيهدي الاعصاب وبيهدي بيهدي البال، ويخليكي حتى لو انت نار نار اي ده خليكي تهدي، كتر الاستغفار وذكر ذكر ربنا على طول سبحانه وتعالى، والصلاة على سيدنا محمد على طول بتهدي جدا جدا، لو نار فعلا بتنطفي. هو ده جميل. يمكن ده العلاج الروحاني للناس عشان بس تفهموا. يعني هما دايما الناس عندهم معتقدين ان اللي بيعالج روحاني بيبقى يعني معاه مخاوي مخاوي، اللي هو الجن المسلم. اعوذ بالله. تفسيرك ايه يعني لا مفيش بالجن جن المسلم؟ مسلم، مع احترامي لكل الناس وعلماء الدين، مفيش حاجة اسمها جن مسلم، لأنها مذكورة في القرآن لما ربنا قال وجعلنا، أو يعني لما أمر الملائكة تسجد لآدم فسجدوا ما إلا إبليس كان من الجن. يعني ربنا قال هو صريحة إن إبليس لما ما سجدش أصبح من الجن. ان هم اعدائنا، يبقى مفيش حاجة اسمها جن مسلم. يعني الجن اعدائنا فاستحالة ان هم يساعدونا، لا ده مش تفسير حضرتك. لا بصي بيساعدوا بس في الاخر بيقلب عليهم، برضه مذكوره في سوره الجن، وانه كان رجال من الانس يعزون برجال او يستعيذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فزادوهم رهقا. يعني طبعا مهما ساعدك هيقلب عليكي في الاخر ويخلي حياتك حضيضه، اعوذ الطريقه اللي بالله. حضرتك بتعالجي بيها بقى بالقران والروحانيات وطريقه الوصول ما بينك وما بين الله. جميل بس ما هو شاء الله. طريقه التواصل ان انا عندي ثقه في الله ويقين بالله فقط لا غير. هو ناس كتير اعرفهم بيبقى عندهم مشاكل نفسيه واضطرابات نفسيه، مش عارفين يروحوا لدكتور نفساني ولا ايوه يروحوا لشيخ معالج،
فانت طبعا اثرتي الموضوع عليهم. دي برضو كتر يعني كتر القراءه والبحث يعني كمان غير حتى الرساله اللي انا عاملاها في الجامعه. انا بحب عموما القراءه كتير وببحث كتير وبدور كتير، وزي ما قلت لك البحث اللي ان شاء الله باذن الله هسجله ان شاء الله قريب اسمه خفايا النفس البشريه واسرار ادت الى الدمار ان شاء الله، ده العنوان بتاعه، وهيكون فيه جزئيات كبيره جدا يعني في علم النفس وفي الروحانيات وفي الحضاره وفي التاريخ، في حاجات كتير جدا انا عاملاها. بيتكلم عن ايه بقى؟ عن علم النفس وايه اسرار بيتكلم عن معتقدات سيئه الناس ماشيه بيها. معتقدات سيئه ان كل حاجه عندنا في حياتنا الجن. الجن بيلبس، الجن ماشي، الكلام ده موجود. انا مش هقول لا، الكلام ده موجود، بس انا عايزه اقول كلمه للناس. الجن ما بيخشش الا الانسان الضعيف اللي ما عندوش اراده. طول ما انت ما عندكيش شفافيه مع الله وعندك ضعف ونقص، معلش انا اسفه، مع نفسك الجن هيدخل لك. انما لو انا، وعلى فكره انا في حته برضو نسيت اقولها من ضمن شيء، في برضو العلم ازاي، العلم ضاغط ازاي مع الروحانيات. في اشخاص معينين في شهور معينه عندهم ملكات بيتولدوا بيها، زي اول 10 ايام من شهر 1، اول 10 ايام من شهر 8، اول 10 ايام من شهر 5، واحيانا النص. شهر 9 برضو كذلك. كل واحد في دول عنده ملكة معينة، يعني حتى بتاريخ الميلاد بيبقى عنده ملكة معينة. الملكة المفروض يستغلها ويقويها، بيستغلها وبيقويها لو ما استغلهاش. اما حد بيطلبني واعرف تاريخ ميلاده اقول له بس انت عندك ملكة بتحس بكذا كذا، يقول لي فعلا، اقول له قويها بالتسبيح. جميل. بس لو ما سبحش خلاص بتروح. بتروح انت، ربنا مديكي نعمة، ممكن ترجع مع الأصفار. بترجع تاني ما بتقربي لله. هي حاجة ربنا مديها لك نعمة، احافظ عليها ولا اسيبها تروح مني. جميل ما شاء الله. الحالة اللي بتعالجيها نفسيا وروحانيا ممكن مثلا بتستمر معاكي كام جلسة او كام او مدة قد ايه؟ الحالات النفسية بتقعد كام جلسة؟ انما بيكون جاي لي حاله وبحاول معاها، الحمد لله انا بعرفها من اول ما بتكلمني كانت فعلا تعبانه نفسيا او روحانيا، او ان في حاجه مأثره عليه وروحاني برضه. عشان ارجع تعبانه روحانيا زي مش ملبوسه، لا يعني هي ادت لنفسها ايحاء انها ملبوسه، فانت بتحاولي تخرجي الايحاء ده منها. تمام. لا يعني انت غلط، انت اقوى. يعني قابلت حاله، بصي كانت بتصرخ وبتصوت وبتقع وملبوسه، قلت لها انت مؤمنه باللي انت بتعمليه ده؟ يعني انت حاسه كده؟ تقول لي ده الجن بيكلمني. قلت لها الجن بيكلمك؟ طب اقول لك بقى انت اقوى من الجن اللي بتقولي عليه ده، انت اقوى، قولي لنفسك كده انت اقوى، انا واقوى بالله. قعدت تقول ورايا، قامت وقفت على رجليها. والله ما شاء الله، والله العظيم زي ما بقول لك كده. قلت لها على فكره مش انا اللي عليك، انت ربنا اللي عليك ما شاء الله، عشان تيقنت ان ربنا موجود، وقلت له انا اقوى منك عشان ربنا معايا. فهو ده العلاج، ان انت يكون عندك بصي ثقه 100% ان ربنا طول ما هو جنبي ومعايا استحاله حاجه هتدخل لي او هتاذيني. صح فعلا. بس وهو ده على فكره العلاج في كل حاجه، حتى في الطب. يعني في ناس احيانا تخش كده للدكتور تطلع سليمه، تطلع كويس، مجرد ان انا كشفت، مجرد ما كشفت حبايه صغيره تطلعي سليم. ممكن يكون ربنا مدي الدكتور ده يعني ملكه معينه كده وقبول كده معين، انت بتخشي له بترتاحي من عنده. يمكن بجد والله، يمكن عشان الدكتور ده برضو على طول بيقول يا رب، وعلى طول برضو يعني في صله ما بينه وما بين ربنا، بيستعين بالله حتى في علاج حالاته المرضيه دي، ربنا بيشفي له حالاته. وبرضو خلي بالك ان المرض النفسي ألعى من المرض الجسدي. ازاي بقى؟ انت طول ما انت مريضه نفسيا بتحسي ان جسمك كله بيوجعك. في حالات كانت تقول لي احنا رحنا للدكاتره كلها ويقسنا من كل الدكاتره ومفيش حاجه عندهم. اقول لهم عشان انتوا اللي مرضين نفسكم، هم اللي بيوسوسوا لنفسهم. المرض النفسي فعلا ألعن من المرض الجسدي. طب المرض النفسي برضه بالذات لما بيتمكن مننا كمان، والانسان هو اللي بيدي فرصه للمرض النفسي ان هو يتمكن منه اكتر. طبعا طبعا. وبتعالجي برضه المرض النفسي بالعلم بقى، مش بالحياة. بالجلسات، عن طريق الجلسات بقى، جلسات اللي انت بتقعدي بتقوي فيه بقى، بتقوي فيه حته ضعيف، بتدوري على نقط الضعف اللي فيه تقويها. بتخرجي منه سلبيات وبتديله ايجابيات. هو علم النفس ملوش مناهج عشان تكوني عارفه، ملوش حدود، ملوش سقف. مع الممارسه، مع الممارسه، مع انت حضرتك اكتسبتيه طبعا من خلال الكورسات اللي خدتيها والاكاديميه والممارسه اكيد. مش بالعلم بس. استحاله يكون بالعلم بس، لازم يكون في خبره وحالات ودائم معاكي. طبعا. تمام. امهات كتير جدا على الصفحه بتاعتنا اشتكت من مش عارفه تتعامل مع ابنائها وبناتها المراهقين والمراهقات، يتعاملوا معاهم ازاي؟ السن ده صعب وخطر جدا، تنصحيهم بايه يا دكتور؟ بصي المراهقين من سن 11 سنه للولد او للبنت طبعا ده اخطر سن لحد 16 سنه. بيبقى عامل ازاي بقى؟ عارفه يعني بيبقى مش دارك هو بيعمل ايه،
وبعدين كمان التغيرات الجسديه اللي بتظهر على البنت والولد فجاه في السن ده بتخليهم عندهم اضطرابات نفسيه اصلا. ان فجاه كان طفل وصغنن فجاه بدا يكبر، شعره بدا دقنه يطلع، صوته بقى يتخن، فرحان بنفسه لدرجه بقى. كانت في كان في يعني في طلبه جات لي في السن دوت كانوا بيحبسوا نفسهم في اوض ويقفلوا على نفسهم ليه، يعني هو مستغرب انا وصلت كده ازاي. لا ايه بقى الواجب اللي عليا، والواجب ان احنا نرشد الامهات انها تطمنوا ان المرحله دي لازم تبقى حاصله مرحله طبيعيه خالص، وان انت بتنتقل من مرحله لمرحله فده طبيعي انه يحصل، ومفيش اي حاجه مفيش اي كسوف او البنت برضو كذلك، وبنت اكتر بنت ما بتحس بتغيرات وكده في جسمها بتبدا ان هي كمان تخش في حاله نفسيه مش كويسه، تبدا تتدارى من زمايلها. جد انا كنت بشوف بنات تتدارى ما تخرجش خالص، مكسوف مكسوفه ليه؟ طب ده احنا معانا مداخله هاتفيه ام زمزم ونرجع نكمل يا دكتور. ازيك يا ام زمزم؟ الله يخلي حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندك استفسار معين؟ اتفضلي. انا تعرضت خلال 16 سنه جواز للعنف من جوزي، عنف يعني وضرب وحبس وربط وحاجات زي كده. فانا دلوقتي اخدت موقف ورجعت بيت اهلي، بس انا معايا 4 بنات، هو حرمهم من التعليم وكان بيضربهم ويعذبهم وكده، فانا لجأت للقانون ما خدليش حقي. فانا دلوقتي نفسيتي تعبانه ومش عارفه اتكلم مع بناتي ازاي، وايه المبررات اللي اديها لهم، ونفسيتي يعني تتظبط ازاي، واحاول اعوض عيالي عن الحاجات اللي حصلت لهم، يعني بما انهم بنات. تمام. طب تاريخ ميلادك اخد تاريخ ميلادها ولا ايه يا دكتور؟ والله ده هي اصلا مشكلتها شكلها مش محتاجه تاريخ ميلاد خالص، هي محتاجه كلام اكبر من كده. طيب الدكتور هترد عليك يا ام زمزم، شكرا ليكي. طبعا مشكله ام زمزم هي مشكله كل ست مصريه بتستحمل اسى وتقعد تحت نمط استحملي وعيشي عشان خاطر بنتك. المجتمع الذكوري للاسف. بصي انت لو تشوفي كميه المشاكل اللي انا بشوفها بسبب كده، يعني انت خفت او خفتي على بيتك او خفت على بنتك انها تخرب بيتها. لا هي خربت 4 عقول بنات ملهمش اي لازمه، ملهمش اي او يعني ملهمش اي ذنب في الحياه ان ابوهم يبقى بالطريقه دي. بنات هيطلعوا معقدين من الجواز طبعا. طبعا طبعا. يبقى انا عملت ايه عشان احافظ على بيت خربت ودمرت نفسيه 4 بنات وضيعت حقوقهم في التعليم وفي الحياه وفي ان هم يعيشوا حياه سويه زي اي حد من سنهم. تنصحيها بايه يا دكتور؟ طيب تعمل ايه عشان تقدر تعيش وترجع؟ بصي انا انصحها انها تبدا من جديد، لو هي لسه يعني مع الراجل ده تنفصل عنه نهائي دلوقتي، تحاول تحتضن بناتها الاربعه في حضنها، تشتغل وتشجع بناتها على التعليم، حتى لو التعليم فاتهم اصلا التعليم فاتهم اكيد في فرصه، مفيش حاجه. بصي طول ما احنا عندنا اراده واقفين على رجلنا مش حاجه اسمها مستحيل، ودي حصلت معايا شخصيا. تستعين بالله طبعا. تستعين بالله قبل اي حاجه، احتضني بناتك، طلعيهم من اللي هم فيه، غيري حياتك خالص. لو مش بتشتغلي اشتغلي، لو مش متعلمه اتعلمي، ومش شرط تروحي مدارس يا ستي، اتعلمي اقراي انت من بيتك، اقراي تصفحي شوفي اشتغلي، دوري على ناس جداد، دوري على مجتمع جديد، عزلي من بيتك خالص لو انت قاعده في حته مش مرتاحه فيها. بجد المشكله في الاراده، في ستات كتير وسيدات كتير بيبقى عارفه الاراده عندهم ضعيفه شويه او الظروف مش مساعداهم، يعني برضو يعملوا ايه؟ ممكن بقى على قد المتاح بالنسبه لهم يقدروا يشتغلوا في المحيط اللي هم عايشين فيه، ويقدروا بقى ان هم يخرجوا للحياه. بصي يا طول ما انا حاطه في دماغي ان انا هعمل ايه، انا خلاص اتدمرت وقعدت، هتنيكي متدمره لحد ما تموتي، هتنيكي زي ما انت لحد ما تموتي، مفيش حاجه اسمها اعمل ايه. طول ما انا عندي ربنا خلقنا نسعى لحد اخر يوم في عمرنا. تمام. زي الشباب برضو، يعني قبل كده اتكلمت في حلقه قبل كده واتكلمت مع الشباب وقلت لهم يا جماعه احنا ليه نستنى ان احنا ناخد الكليه عشان نتوظف؟ طب ما فيش وظايف، نقعد يبقى انا فاشل على طول، يبقى عندي فكر جديد اطور. أيوة. طب انا دخلي مش مكفيني، اخرج اشتغل، ما انا بشتغل اشتغل كمان مره مش مشكله. نصيحه بقى في 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 ثواني كده للساده المشاهدين في اخر الفقره. والله انا نصيحتي لكل الساده المشاهدين ان يعني هي كلمه واحده، تيقنوا بالله خيرا وتفائلوا بالخير تجدوه، وطول ما احنا عندنا اراده وعندنا عزيمه بالله زي ما ربنا امر وقال هنفتت الصخر وهنعمل المستحيل. انا عندي حسن ظن عبدي بيه. ايوه فعلا. وانا عندي حسن ظن عبدي بيه فعلا، ودي ده فعلا وعد الله، يعني ده وعد الله اللي وعد بيه
القوم الصالحين، ووعدنا كلنا بيه ربنا يا رب يجعلنا كلنا من القوم الصالحين يا رب امين. فهي دي نصيحتي يعني للساده المشاهدين ولشبابنا بالذات. دكتوره شبابنا بالذات شرفتينا ونورتينا واستفدنا من حضرتك كتير جدا، واكيد الساده المشاهدين استفادوا جدا. يا رب جداً. يا رب يكون عند حسن ظنكم وظن المشاهدين كلهم. ان شاء الله نبقى مع بعض فقرات كتير يا رب وحلقات ان شاء الله. وللاسف وقت فقرتنا انتهى، وانتظرونا فقرات كتير وحلقات كتير من برنامج همسات مضيئه، والى اللقاء.